سلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا المقطع من الآية الكريمة يتعلق بقصة ناقة صالح، وإحنا نعرف بالبداهة أن القرآن الكريم عندما يضمن السور يضمنها القصص التاريخية أكو هدف. الهدف من جميع القصص الموجود بالقرآن الكريم الاستفادة من التجربة أو أخذ العظة والعبرة، لأن طبعا الحياة كلها تجارب. الإنسان عند عقلين، عند العقل اللي يعبرون عنه المطبوع والعقل المسموع. العقل المطبوع يعني المقصود الاستعداد للإدراك. الله عز وجل لا يخلق إنسانا إلا ويضع عند الاستعداد للإدراك، مو الشكل، الاستعداد للإدراك حتى يصح معه التكليف. الله ما يمكن يكلف الإنسان ما لم يكون عنده عقل عنده استعداد للإدراك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة العقول، السمع والأبصار يعني وسائل الحس. الإنسان عن طريق الوسائل الحسية وعن طريق الوسائل العقلية يقدر يصل إلى فهم الأشياء التي يريد فهمها. طيب، إذن الله عز وجل لا يخلق إنسان إذا ما يسلح. بيش يسلحها بالإدراك، يسلحها بالقابلية. العقل إذن قسمين، عندنا عقل مطبوع، يعني بتعبير آخر الإنسان مفطور عليه، يعني القوة الإدراكية اللي تولد مع الإنسان. وعندنا لا، العقل المسموع اللي يستفيد من التجارب. نبه لي، اللي يستفيد من التجارب. الإنسان مفتقر حتى ولو كان قابلياته الذهنية عالية، لكن مفتقر إلى التجربة. تنبه لي، وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رأي الشيخ أحب إلي من مشهد الغلام. شنو معناه؟ معناه أن الغلام الصبي حتى إذا أخذ سلاح ونزل يقاتل، رأي الإنسان الكبير السن اللي مر عليه تجارب إلى تأثير أكثر من تأثير سلاح هذا الصبي. الصبي سلاحه تأثيره محدود، لكن هذا رأيه لا، قد يكون أنفذ، يعني أشد فتك من السلاح. ليش؟ لأنه السلاح إذا يستعمل بغير مكانه ومو بطريقته الصحيحة ما يؤدي النتيجة، وبالعكس إذا استعمل ووضع في موضعه يأخذ أثره. العقل إلى تأثيره، يعني تجربة الفكرة إلها تأثيرها. الإنسان إذن بمشيش الحاجة إلى الاستفادة من التجارب في الحياة، ولهذا تلقى الإنسان اللي عنده تجارب في الحياة عنده نضوج أكثر. تلقى واحد مثلا
قد يكون عنده قوة إدراك ومستفيد من قوة الإدراك، لكن تجارب قليلة بالحياة يفشل هذا، بعكس الإنسان اللي عنده تجارب كثيرة. هاي التجارب تعطي مناعة. زين، إذا عرفنا هذا نرجع للقصص. القصص الموجود بالقرآن الكريم ترى هو هذا الهدف، يعني جاي يجيب لنا القرآن تجارب السابقين، تجارب اللي سابقة علينا يأخذها القرآن يقدمها لنا، يعني خلاصة، يعني بتعبير آخر دي يسوق لنا جهود الآخرين يضعها بين أيدينا للاستفادة منها. يقول ترى الإنسانية مرت بتجارب، بيها تجربة غلط وبيها تجربة صح، اخذوا التجربة الصح وابتعدوا عن التجربة الغلط حتى تتربون. هذا لون من ألوان التربية. إذا القصص يستهدف التربية، يستهدف أن يعطي الإنسانية عطاء علميا على حساب تجارب غيرهم. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للقصة. هذه الواقع لما نرجع للتفاسير ونجي إلى قضية ناقة صالح، تفاسير في مثل هالحالة ما تخلو من إسرائيليات. إسرائيليات يعني تلقى أن هاي الناقة مثلا هالكبر طولها وهالقد عرضها، وكانت مثلا يوم إلها الماء يوحدها تشربه، واليوم الثاني للناس، ويوم اللي تشرب الماء بدال الماء تعطيهم حليب تكفيهم كلهم، وطلعت من الصخرة ومن وراءها كذا ناقة، يعني فرد حكي أكو طويل عريض. هذا الكلام الواقع إذا نسمع عن طريق المعصوم وبالطريق الموثوق لا نأخذ به، ما يشعنا إلا أن نأخذ به. لكن إذا لا، ما وارد عن طريق المعصوم، والقرآن أيضا مو شارحة إن إحنا نسكت عما سكت عنه القرآن، الشيء اللي سكت عنا القرآن إحنا نسكت عنه، ما نجي مثلا إلى التفاصيل أو إلى الآراء، لأنه إذا صار البناء نرجع إلى الآراء اللي من هالنوع أو التفاسير اللي من هالنوع نطيح بمتاهات عريضة طويلة. نعم، وإحنا إن عنها غنى، ومو فرد شيء مفروض علينا أن نؤمن به، يعني بتعبير آخر ليس من الأمور التي يسألني الله عز وجل عنها غدا، مو من الأمور اللي باشر الباري عز وجل يوقفني بالمحشر ويقول لي ناقة صالح شنو لونها مثلا أو شطولها أو صدق تطي هالقد حليب، ما هذا شيء تكميلي، مجرد معارف عامة. المعارف العامة نأخذ هالصورة الإجمالية اللي رسمها القرآن، ومن بعد الصورة الإجمالية إذا أجتنا رواية عن معصوم لا نأخذها الرواية، وإذا لا والله بشرط أن تكون رواية سليمة، يعني بطرقها الصحيحة. إذا لا والله الطريق مو سليم أو المضمون مو سليم يتنافى ويا المقاصد العامة ما نأخذ به أبدا. فعلى الإجمال من بعد هذا، على الإجمال إحنا نعرف أن الله عز وجل يعطي لكل نبي معجزة حتى تكون علامة على تصديقه. يعني النبي لما يريد يجي يقول أنا نبي، شنو الدليل على نبوته؟ لازم أكون عنده معجزة حتى عن طريق هالمعجزة الناس تؤمن به، وإلا إذا صار البناء يجي يدعي النبوة بدون أن يقدم برهان تكثر الادعاءات يوميا. نعم يطلعون أنبياء، إذا صار البناء كل واحد يجي يدعي النبوة يصدق بدون معجزة بدون دليل، مشكلة، هي مشكلة عريضة طويلة وتخطر. أكو قضايا هواية طريفة في هذا المورد، قضايا عجيبة، يعني عندما تقرأها الواقع يلفت نظرك. هل هالكثرة كثرة ادعاءات النبوة؟ ويا جماعة ادعوا النبوات، والمشكلة إلها فروع عندنا الشاه. شنو هالفروع اللي إلها عندنا الآن؟ مثلا قد تلقى ناس ما يدعي النبوة، لكن الشدعي
يدعي علم الغيب. يعني يجي الى هذا الانسان الحائر اللي عنده مشكلة من مشاكل الحياة، عنده مرض مثلا ما جاي يبرأ منه، او عنده مشكلة ما جاي تنحال، او عنده قضية ما جاي يهتدي الى طريقة الخلاص منها مثلا، يجي لي هذا يشتغله، تعال انا ادبر لك اياها الهاي، وانا اسوي هالشيء وسوي هالشيء مو هالشكل، ويقعد ويجيب زعفران واكتب ما ادري شنو وذبها ما ادري وين وادفنها بالتراب ومن هالملخ هذا. وهذا مسكين فقير بائس، يعني بدلا من ان يقيل عثرته، بدلا من ان يرحمه، بدلا من ان يقول ان هذا انسان واقع بشدة بصعوبة خليني اخدمه بالرأي الصحيح اخليه يبعد عن هالاجواء، لا يجي يشتغله. الناس ذئاب ترى، نبهلي شوية، يعني مع الاسف الانسان ما يزال حيوان يتصرف بوحي من غرائزه، الا من عصم الله، الا الانسان اللي عنده ديني منعه، والا الانسان عنده مخالب مثل الوحش، ما طول اكو عنده مجال لاستعمال المخالب يستعمل مخالبه، ومو ضروري الا ان تكون المخالب هي اظفار، لا، احيانا المخالب مخالب فكرية، مخالب حيلة، مخالب دجل، مخالب من هالنوع. فهذا بدلا من ان يقيل عثرته، بدلا من ان يجي رحمة يشتغله، يوقع بهالمتاهة، متاهة الدجل، متاهة يعني شوائن، المشكلة مشكلة صحية او مشكلة اجتماعية او مشكلة اخلاقية، ويقول له انا مستعد احلها اليك، وقاعد خلي تشوف هذا البلاء المبرم، هذا البلاء المبرم بادعاء الدجل والشعوذة وادعاء علم الغيب والاتصال بالجن، والمشكلة اللي طايحين بها منه الشعوب البسيطة، الشعوب اللي مثلا كمية العلم عندها قليلة، كمية الوعي عندها قليلة، فذولا يشتغلوا لك هالظاهرة، ظاهرة بساطة الشعوب، ويجون يومية تسمع لك عن واحد، نعم، من هالنوع، تسمع واحد قاعد فاتح له مكتب وقاعد يستقبل، وخصوص عند هالمساكين ذول هالعوائل، يعني الواقع. فمن هنا يتعين علينا، يعني يتعين على الإنسان أن ينبه إلى خطر هؤلاء، وينبه الناس أن يعتصموا بالله، يبعدون عن هالأشياء، يبعدون عن هالأجواء، يرجعون إلى الله، يرجعون إلى المصادر الموثوقة، إلى العالم الموثوق، يهدي إلى دعاء صحيح، إلى أثر صحيح، وقدر الإمكان يتوقع الدجالين. وهي ترى مو بس هالآفة، يعني المصيبة، يعني الحقيقة الإنسان واقع لك بين عدة مصائب، هاي آفة، والآفة الأخرى هاي الجديدة اللي طالعت لنا، تعال هاي مسألة المخدرات، هاي فرد مثبت كارثة، هاي مالت المخدرات. صور هذا شاب عنده فراغ، بنفس الوقت فرص الحياة أحيانا متعثرة قدامه، يريد يهرب من الواقع، شلون يهرب من الواقع؟ خلي أخدر عقلي، شلون أخدر العقلي؟ يقول لك هذا، تلقى هذا الشاب يحط هذا ما عنده مانع أن يموت 100 في سبيل أن يحصل كمية أموال، ما عنده أي مانع، لأن هذا مجرم وحش، لما يجيب المخدر ويطيه إلى هذا الإنسان يشوفه يتلوى قدام عينه، ويشوفه يتحول بعد أيام إلى مدمن، يقضي عليه الإدمان إلى أن يذوي، إلى أن يتهالك، إلى أن ينتهي، أسرة كلها تتمرض، من أجل واحد ينتفع لش كم درهم من السحت من الحرام. هذا معنى لازم المجتمع كله يتضافر على إبعاده والقضاء عليه. الواقع هذا خطر، خطر المخدرات خطر، في واقع الأمر من أعظم الأخطار، واجب المجتمع كله أن يتضافر في القضاء عليه، يعني كل واحد عليه مسؤولية، واحد يشوف ليشكت، واحد يقدر يدافع كون يدافع، واحد يقدر نعم يشير كون يشير. المسألة خطرة جدا، خطرة، وضحيتها
كثير من الأبرياء ضحيتها كثير ممن تتعثر بهم فرص الحياة. خليني أرجع للموضوع. زين، الآية إذن بينت أن هذه معجزة كانت لمن؟ إلى صالح عليه السلام. معجزة الناقة، هسه ليش معجزة الناقة؟ قطعا الله عز وجل عادل، والعدل وضع الشيء بموضعه. إذا يطي موسى مثلا اليد البيضاء أو العصا، ويطي عيسى إبراء الأكمه والأبرس، ويطي صالح مثلا الناقة، قطعا ما أخذ بعين الاعتبار المجتمع اللي عايش به والشيء اللي يمشي عندهم شنو. يعني يجوز أن يكونون أناس يعتنون بتربية هاللون من الماشية من الحيوانات، فأعطاه ناقة تتناسب ويا المدارك ويا الجو اللي عايش به على الإجمال. يعني ما نريد نستنبط علل من عدنا، لكن قطعا الله عز وجل عندما جعل المعجزة هذا المعنى أكو ارتباط بها بالمحيط. طيب، عندنا هنا نقطة شوية تنبه لي. القرآن الكريم يقول فعقروها. ليش فعقروها؟ المفروض اللي عقروها مو كلهم، واحد عقرها. ليش القرآن يقول فعقروها؟ تنبه لي بالله لهالنقطة. الحقيقة هنا يكمن موضوع هواية عظيم، سأنا أوضح لك. الإمام سلام الله عليه يقول للواحد من أتباعه لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. قال له سيدي ليش؟ ليش؟ العلماء شو ذنبهم؟ قال له شافوا السفهاء يعبثون ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. نبه لي، لأن المجتمع لازم يكون به حس من التضامن. ها؟ يعني واحد ينهى، واحد يستنكر، واحد يشير إلى مكامن الخطر، يعني يكون المجتمع يتضافر على دفع الباطل. إذن شنو معنى كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته؟ يعني لازم أكو تضامن. أنا لما أشوف أكو منكر وما أدري على شنو أنا أجي أكره نفسي للناس، أنا شنو أعرف تكليفه؟ لا، مو الشكل. لا، لازم واحد يقول هذا المنكر منكر. لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبالفعل الآن كثير من الناس يقول لك يا مولانا هذا الشعب الفلاني شعب بي أخيار بي أبرار بي أطهار، ليش الله مسلط عليهم هالظلمة؟ ليش؟ ليش الله ما يخلصهم؟ يخلصهم لأنه ذولا ما عندهم حس جماعي، ما عندهم حس جماعي، ما اكو عندهم. يعني لازم واحد يشير الى المنكر، يقف بوجه المنكر بكلمة بموقف بعمل. مفروض هكذا، مفروض المجتمع كله يتضافر للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك القرآن الكريم يقول فعقروها، لان ذول السفهاء اجوا عقروها للناقة، ما قاموا لهم الصلحاء او المتدينين او الطيبين وقال لهم انتوا غلطتوا. ليش عمل؟ سكتوا. لما سكتوا عمهم الله بالعذاب. فعلا انا اكد لك، مو هي يقول لك ليش؟ ليش العذاب الان يجي مثلا يمشي على الناس؟ خوش ذنبهم ذول المجرمين هم اللي ينبغي ان يتعرضوا. تقول له المجرم في واقع الامر مره مجرم بالعمل ومرة مجرم بالسكوت. شو تنبه لي، مجرم بالسكوت او مجرم بالعمل؟ انا ليش اسكت؟ ليش ما اقول للباطل باطل؟ اذا رأيت امة تهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منها. هسه قد يقول لي واحد شو احنا عندنا تيار معاكس الان عندنا في قلب الامه الاسلاميه، مو عندنا تيار يقول الانسان لازم يقعد؟ نعم،
ما يعرض نفسه الى الوباء، الى الوبال. ايش جايبها؟ عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذا هو مو فاهم الايه زين ويريد يفسرها، هو مو فاهم الايه. الايه ما الها صله بهذا المعنى بسبب الامر المعروف، والا يصير تضارب بالقران. الايه لها معنى اخر وان شاء الله اعرض له. في المساله مساله انه واحد يجي يقول ايش طلع على الحسين؟ ليش طلع؟ ليش مو قاعد بمكانه؟ لو قاعد بمكانه ما صار عليه شيء. يقول لك على حساب الانبياء ايش طلعهم؟ لو قاعدين بامكنتهم ما صار عليهم شيء. الصلحاء وهو اللي غير الدنيا منه، غيروها النايمين؟ لو غيروها اهل النهضات؟ لا، غيروها اهل النهضات، ولا لو ظل على النايمين كل شيء ما يتغير به. اللي ينامون يكنوا ينامون وما ما اكثرهم. لكن كلمة الحق وموقف الحق وعمل الحق ينبغي ان يأخذ اثره. فلذلك شوف تعبير الآية فعقروها، والمفروض اللي عقرها واحد، عقرها واحد. شنو معنى عقره؟ ينسبها الى الجميع، لان اشهموا بشكل وباخر اشهموا بهذه الجريمة. طيب، في الآية تقول فعقروها من بعد ما ذكرت فعقروها قالت فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام. طيب، أول سؤال أنه شنو تحديد هال3 أيام؟ ليش تمتعوا في داركم 3 أيام؟ يعني شنو؟ أكو خصوصية للعدد؟ يعني هالعدد هذا الثلاثة بخصوصية؟ يو لا. شنو الهدف؟ ليش؟ ليش مو أكثر أو أقل؟ الحقيقة أولا هذا السؤال مو وارد. ليش مو وارد؟ لأنه هذا إذا نفتح الشباب كلها يرد بها السؤال. ليش الركعات 4 مثلا؟ ليش رمضان 30 مو أقل ولا أكثر؟ يعني ينفتح فرد باب للتشاؤم ما له معنى. حتما الباري عز وجل شايف أن المصلحة مثل الطبيب. أفرض الطبيب يعطيك كورس مال علاج ل3 أيام، خلاص ما لك حق تعترض عليه، يعني يعرف ان المرض اللي عندك كافي عليه 3 أيام معالجة. هذا هو. هاي ال3 أيام هنا ليش الباري عز وجل حددها 3 أيام؟ انا شفت في التعليل هو بارد، يقول لان الفصيل رغى 3 مرات، لما كل يوم كل مرة رغى بها ابدالها يوم امهلهم يوم. شنو علاقتها بالموضوع؟ ما ليش اقول لك احنا مو كل ما بالتفاسير يمكن ان ناخذها. هاي نقطة. النقطة الاخرى اللي اتصور يعني ويتصور بعض المحققين يقول هاي فترة معقولة طاهم اياه القرآن الكريم لعلهم يتوبون الى الله، يطلعون برا يبرؤون، يطلعون عن هالدار، هاي دار الظلم، ويكون برا يبرؤون يعلنون توبتهم فترة معقولة ممكن. لكن الشيء اللي شفته يربطوه علماء المالكية بهذا المقطع من الآية مسألة الإقامة، يعني نسبوها إلى ابن العربي المالكي، ابن العربي هذا المفسر المعروف، يقولون هذا كان وجهة نظرة أن الإنسان إذا إجى إلى بلد ويريد ينوي إقامة ما إلى حق ينوي إقامة إلا بعد 3 أيام، لأن هذه 3 أيام يعني باليوم الرابع يلا ينوي، لأن هاي 3 أيام اللي يدخل بيها إلى البلد، هذه 3 أيام الله عز وجل أخر فيها نزول العذاب لمن سيموت على قدر متيقن. ما اشوف اكو ربط. انا ما ادري، اللي يحب خلي يشوف القرطبي في تفسير الايه 101 من سوره النساء يذكر المدد اللي بيها الاقامه. لان يعني احنا عندنا مثلا، انا لما انزل لي ببلد مره راسا اجي اعزم على ان اقيم به، اعرف اني راح اقيم اكثر من 10 أيام، راسا انوي اقامه. مره لا والله ما اريد اقيم به، اظل متردد لمده شهر، من بعد الشهر حتى لو عندي فريضة واحدة لازم انوي اقامة.
عند المذاهب الإسلامية الأخرى بعضهم يشترط 15 يوم يلا من بعد 15 يلا أنوي إقامة، بعضهم يشترط 4 أيام، بعضهم يشترط 3 أيام، البعض الآخر لا، حتى يقول لو إذا مو ناوي الإقامة ما مصمم حتى لو سنين يقيم. أبو مجلج يقول سألت عبد الله بن عمر قلت له أنا أدخل إلى المدينة أتأخر بها 6 شهور 7 شهور عندي شغل، قال لي صلي ركعتين ما تنوي إقامة. فمختلفين هم في موضوع الإقامة، لكن ربطها بهاي شنو؟ ما أنا الواقع أعترف أني ما استطعت أن أجد طريق للربط بين ال3 أيام وبين موضوع الإقامة، مش مجرد إشارة. القرطبي استعرض الآراء في هذا الموضوع، استعرضها ونقل عن ابن العربي هذا الرأي اللي يحب يشوفه جن. فأعود للآية، قال تمتعوا في داركم 3 أيام. هذا المقطع يهمني به حادثة صارت للإمام الهادي سلام الله عليه. شنو هي الحادثة؟ الحادثة أن المتوكل العباشي محيي السنة ومميت البدعة، نعم، هذا الرجل اللي يحب يشوف ترجمته شوية زين، أكو ملحق في ذيل كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي بقلم عبود الشالشي زين، الملحق بيترجمة جامع بيها نتف من أوثق المصادر عن المتوكل. شنو مجلسه؟ شلون كان مجلسه؟ قعداته شنو؟ شرابه شنو؟ ندمان منو هم؟ نعم، الندمان اللي وياه منو؟ موقفه شنو؟ مطي عنا صورة هواية رائعة، إذا تقرأ تعرف إيش عدنا إحنا بتاريخنا لما هذا يجون يطون عليه، يطوها الألقاب هذه محيي السنة وميت البدعة، وتعرف السبب كله أن هذا كان يشتم عليه ابن أبي طالب. هاي القصة، هاي العلة هنا، هذا محيي السنة منا مميت البدعة منا. هذا الرجل المتوكل معروف تماما، وما أحب أن أجعل منبري بذيء في الواقع، بس هذا الرجل إذا تمر بتأريخه مات، يعني ما يظل عندك شيء من الشغول، يعني ما يظل عندك شيء من الوثوق في جملة ما ينقل تاريخيا، لأنه تناقض فظيع في نسبة هذا إلى أن أمير المؤمنين وإلى أن متقي وإلى وإلى. هسه بالله واحد من الشعراء يجي ياخذ له الشنفلسي يمدحه، هاي موجودة عندنا الآن، الشعراء في كل وقت تلقى اكو نمط من الشعراء شعره للايجار او للبيع موجود، ما عنده مانع ان يصعد له واحد من دول المستنقعات للسماوات، فما يهمنا احنا هذا، لكن انت اللي المفروض عالم ومؤرخ تجي ليه تعبر عنا بان محيي السنه وميت البدعه وتطي القاب وعريضه طويله. المهم أن هذا الرجل كان إلى عداء غريب ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويا أهل بيته، فبطريقة من الطرق حاول أن يذل الإمام الهادي. شو أول الأمور؟ اتبع أنه شكو من يطبع عليه، مراقب الإمام ليل نهار يومية كابسين بيته، حتى صارت حادثة، هو هذا المتوكل في اليوم صارت عنده دملة وأذته والأطباء طوا أدوية ما استفاد. الفتح ابن خاقان قال له ما تودي طارش إلى هذا الرجل، إلى هذا علي ابن علي الهادي، ودي له فد واحد خلي يشوف وجهة نظره، ودى واحد من غلمانة قال له إيش إله، قل له، قال الإمام سلام الله عليه في حدود التجارب أخذوا هذا كش بالغنم خلطوه بماء الورد وخلي خليه على الدملة ويبرأ إن شاء الله. فعلا جابوه، انفجرت الدملة اشتراح.
لما اشتراح سمعت هاي ام المتوكل ودت للامام بدرة ب10,000 درهم بختمها ودتها دبوها بالدار. ما كل بدرة استقرت بعد يوم كبشة ودار الامام بالليل كبشوها لقوا ما عنده حصير يصلي عليه وشيب موجود معلق على جدار بالدار واواني بسيطة وهاي البدرة فشالوا البدرة جابوها. سعيد الحاجب يقول طببتها الى المتوكل ودى ورا امه قال شنو هاي البدرة؟ قالت لها انت من تمرضت انا اندرت اذا برأت انت انا هذه اوديها للامام ينفقها في سبيل الله. قال زين انا اللي شاهدي من هالحادث ارد ابين ان كانت دار الامام معرضة للكبش يومية كابشين داره داخلين عليه وكابشين الدار واول ما اجى وين خلاه؟ خلاه بخان يسموه خان الصعاليك. نعم فد شيء عادي يريد يذل الامام ففد وسيلة من وسائل ذل الامام. قعد فكر قال باشر اكو عندنا عرض عسكري هذا العرض العسكري امر مناديا فنادى ان الناس ينبغي ان يطلعون كلهم مشاة لا حد يطلع راكب كل ما يطلع يمشي على رجليه. الامام الهادي سلام الله عليه كان عنده شوية بدانة والدنيا حارة صيف ومر الامام في تل طلعوا الناس كلهم مشاة على الاقدام والامام طلع يمشي ايضا مع الناس. هذا واحد من حجاب المتوكل يقول مر بي الامام شفته يتصبب وعرق ومسافة طويلة وما حد راكب الا المتوكل ووزير الفتح ابن خاقان دول راكبين والناس كلها تمشي. يقول لما مر بي الامام وشفته بهالحالة سمعت يقرأ هالآية تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول عندي واحد يعلم أطفالي من الشيعة يعلم أطفالي معلم مدرس يجي بدرس نعم كانت دراسة أنا ذاك فردية ماكو دراسة جماعية. يقول رجعت للدار لقيت هذا المعلم قلت له أنا اليوم سمعت من إمامك شيء قال لي ما هو؟ قلت له مر بي ويردد هالآية تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لي الله عليك أنت سمعتها؟ قلت له بلى أنا سمعتها. قال لي إذا أنصحك روح رتب أمرك عندك أشياء ضمها وعندك شيء ترى صاحبك ما يعيش أكثر من 3 أيام. يقول أنا رجعت أضحك على هذا يجي يعلم الغيب تعال يقول شو المانع أنا من باب الاحتياط فعلا. يقول جئت إلى جميع الأشياء النفيسة اللي عندي غيابتها ضميتها ضيعتها اليوم الثالث بالضبط باليوم الثالث اجى المنتصر ويا القائد باغر التركي ومجموعة الاتراك طبوا على المتوكل قطعوه اربا اربا هو ووزيره الفتح ابن خاقان اثنينهم يقول حتى سقط لحمه في كؤوس الخمر. دار مدار كؤوس خمر سقط لحمه في كؤوس الخمر. هذه الحادثة الواقع لها نظير ما ادري يظهر انه في نفس الوقت هي هاي صارت يعني يظهر من بعد العرض الامام اخذ الى السجن. ليش؟ لان اكو رواية يرويها ابن رومة ابن رومة مع سعيد الحاجب. ابن رومة يقول اجيت سعيد الحاجب الى صداقة وياه. هذا سعيد الحاجب من خواص المتوكل وكان مشرف على السجون. دخلت عليه التفت لي سعيد قال لي اتحب ان ترى الهك؟ قلت استغفر الله انا الله الهي لا يرى بالبصر الهي يعرف بالعقل. قال لي هذا الذي تقولون انه امامكم. سبحان الله نفس اللغة ها هي نفسها من قبل 1000 سنة الى اليوم ها نفسها. قال لي هذا الذي تقولون انه امامكم؟ قلت له ليش والله احب ارى. قال لي تفضل. يقول جبته واجا وياي دخلني الى السجن شفت اكو قبر محفور
جاي يحفرون بي الى جانب الامام، قال لي هذا صاحبك بعد يومين تنتهي حكايته، هذا القبر اله. يقول ويا ما ادبر عني انا جلست بكيت، يقول اختنقت بعبرتي. قال لي الامام ليش تبكي؟ قلت والله سيدي انا اشوف يعني هالوضع قدامي، ليش ما ابكي؟ ابكي لان اشوف هالمنظر. قال لي لا لا تخاف، هم اللي ما راح يدامون بعد 3 ايام، لا لا تخاف، باليوم الثالث انتظر سوف يقضى عليه وعلى صاحبه. فعلا باليوم الثالث صارت الحادثه هي هينا في الشهر. ها يعني واقع الامر ذولا منين؟ يعني الامام طبعا ماكو عندنا واحد يعلم الغيب لذاته، علم الغيب للذات لله عز وجل، لكن هذا منين؟ مما اخبرهم به، مما الهموا به، الهمهم به الله عز وجل او اخذوه عن النبي صلى الله عليه واله، والا علم الغيب للذات مختص بالله. طيب موضع الشاهد، الامام يستشهد بهالآية، تمتعوا في داركم 3 ايام. زين من بعد هذا ارجع الى معنى اخر في الآية. الآية تقول ذلك وعد غير مكذوب. هنا يرد سؤال، اكو فرق بين الوعد والوعيد. اذا مسألة خير، مسألة نعمة، يقولون وعده، واذا لا مسألة تهديد او شر او عذاب يقولون اوعده. نبه، اكو فرق بين الوعد والوعيد، وهي مسألة يثيروها عندنا علماء الكلام، علماء الكلام عند المسلمين يثيرون هالنقطة، يقولون الله عز وجل هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد؟ يو لا، ما يجب عليه الوفاء. شلون يعني؟ يعني اذا هدد لواحد بالنار يجب عليه ان يدخله الى النار؟ اذا ما دخل النار يصير كذب ويصير عيب؟ يو لا، ما يجب عليه. اذا وعد بجنة يجب على الله ان يدخل الى الجنة؟ اذا ما دخل يصير كذب؟ يقول قسم، يقولون يجب على الله الوفاء بالوعد والوعيد باثنينهن، اثنينهن يجب عليه. اذا هدد لواحد بنار لازم يدخله للنار، اذا هدد لواحد بعذاب لازم يعذبه، وبالعكس اذا وعد لواحد بجنة نعم لازم ينفذ وعده يدخله الى الجنة. قسم يقولون لا، لا يجب على الله شيء ابدا، لا تنفيذ الوعد ولا الوعيد، لانه لا يسأل عما يفعل، فما عليه الزام ابدا، هو مختار يعمل ما يريد. قسم لا، ومنهم الامامية يقولون يجب عليه الوفاء بالوعد دون الوعيد، لان اخلاف الوعيد ما يعتبر عيب. شلون يعني؟ انا اذا هددت لي واحد والواحد يعرف انا قادر اقدر ادبه اقدر اهدده، انفذ الوعيد لكنه ما نفذته تكرما، ما انفذه تكرما، ارتفع عن التنفيذ، ما ارد عاقبه، ما ارد قابله بالمثل، لان اكو حالات الله عز وجل ما يريد يقابل بها العبد، قد يهدد للتربية، يهدد للتأديب. وحتى الأئمة اكو حالات نعم ما نفذوها، ما نفذوا وعيدهم وتهديدهم. كثيرا من الكرماء من العظماء اكو حالات ما ينفذون بها الوعيد ابدا، مو عيب، يترفع. يعني خلي اقول لك شوية بتعبيرنا العامي، مثل ما يقولون اجل الله السامعين، اذا عضك كلب انت تعضل الكلب؟ خلاص ما خلاص، هذا شو يساوي حتى تقابله بالمثل؟ ما تقابله. اكو حالات من هالنوع، واكو حالات لا والله الانسان اكبر منها، اكبر من الذنب. انت ملاحظ انها الظاهره اللي يشتغلها الامام سلام الله عليه زين العابدين في ادعيته، يقول لمن انا وما خطري، شنو انا حتى احط نفسي قبالك انت؟ انت بارئ الكون العظيم الذي لا حدود لعظمتك، انت تقابل هذا الضعيف؟ انا عبدك المسكين المشتكين، انا تعذبني بالنار؟ الواقع الله عز وجل مو عيب انما ينفذ الوعيد ابدا، بالعكس بل تكرم،
هو رب الرحمة رب العطاء يتكرم، لكن الوعد لا يجب عليه ان ينفذه. اذا وعد لواحد بجنة او بنعمة عيب ناقص، نعم الا ينفذ الوعد. هنا نسأل ليش الآية تقول ذلك وعد غير مكذوب؟ الآية جاي تهدد، تهددهم لذولا بالعذاب. شو معنى تعبر عن عذاب وعد؟ ليش ما قالت وعيد؟ ها؟ ليش سمتها وعد؟ ليش عبرت عنا بالوعيد بالوعد مع العلم هو وعيد؟ تنبه لي شوي للنقطة. فلما الآية تقول ذلك وعد وهي جاي تهددهم، جاي تقولهم تمتعوا في داركم يعني انتظروا ثلاثة أيام شوفوا شو راح نسوي بكم. تهدد، فلازم تسميه وعيد. ليش سمتها وعد؟ انا اقول لك سمتها وعد لان إزالة المعارضين للنبوات عن الارض هو نعمة. إزالة الفشاق والاشرار، يعني انت لما تجي الى بيتك تلقى به قاذورات وتطهر البيتك. اذا اردت تطهره هاي مو نعمة؟ نعمة. اذا تجي توخر الفشاق عن الطريق، الاشرار عن الطريق، هذه نعمة من النعم. ولذلك عبر عنها بالوعد، والا في واقع الامر كان مثلا ينبغي التعبير بالوعيد، لكن تعبير الباري عز وجل بالوعد لان ازاحة الكفار، ازاحة معارض الرسالات عن الطريق تعتبر نعمة من اعظم النعم. ذلك وعد غير مكذوب. الله عز وجل عجل بالانتقام لنبيه. ولذلك تلقى الان احنا عدنا بالسيرة، عدنا بالتاريخ، ذولا قتلت الانبياء او قتلت اولاد الانبياء، ذولا مختلفين قسم، الله يعجل العقاب فورا، مو يوم العاشر من المحرم. الحسين سلام الله عليه صاح لاصحابه بليلة العاشر، قال لهم سووا خندق داير مداير المخيم ودبوا به الحطب، والصبح يوم العاشر اوقدوا فيه النار. لان دول اعرفهم انا، دول ما عندهم نبل، يجوز يهجمون على العائلة يروعون العيال، اوقدوا النار حتى تكون حماية لظهور العيال. انفصل من معسكر عمر ابن سعد فارس، وقف صاح يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين انت اولى بالنار صليا، اللهم اذقه حر النار. ماكو فورا جمحت به فرسه، ذبته، تعلقت رجله بالركاب، اقبلت تسحبه الى ان وصلت الى الخندق قذفته بالخندق، فورا وقع، النار تناولته واحرقت. هذا فورا استجيب فيه الدعاء. بينما اكو ناس لا والله شوية اجل لهم استجابة الدعاء، بعد فترة وان كان ما طالت سنين، مثل ايش؟ يقول المنهال حججت سنة، من بعد ذلك ايام المختار ابن ابي عبيد، يقول حجيت فجئت الى المدينة، قلت اني ما اقدر مثلا انا ارجع من الحج دون ان ارى الامام السجاد سلام الله عليه. يقول جئت الى ان وصلت الى دار الامام، دخلت، لما دخلت ووقع بصره علي شال راسه، قال لي منهال؟ قلت بلى سيدي. قال يا منهال ما فعل حرملة؟ تصور هذا شو مسوي بقلوب اهل البيت، يعني حارق قلوب اهل البيت. طفل برعم ابو ستة اشهر يرجع على صدر ابوه مذبوح من الوريد الى الوريد، يرفرف. مو الامام الصادق سلام الله عليه شنو تعبيره؟ يقول كان طفل جدي الحسين بقماطه لما احس بحرارة الشهم
انتزع يديه من القباط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح، وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، قذف بها، قال: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، ورجع به إلى الخيمة. صاح رباب: خذي ولدك مذبوحا. خذت ورجعت به إلى المخيم. يا رجواي عقبك ما بعد لوليت اخلاف حسين عيبك عدت تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابني عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماء وانت تلوش بلسانك. يقول للإمام: ما صنع؟ يقول له: سيدي تركته حيا يرزق. قال: اللهم اذقه حر النار، اللهم اذقه حر الحديد. وبالفعل يقول رجعت، وانا راجع صادفت المختار والناس من حوله يقولون: جئنا به. سألت: ما الخبر؟ قالوا لي: امسكوا حرملة وجابوه. خليني والله اشوف المنظر. يقول: وقفت، لما وقع بصري عليه بمجرد ان رآه المختار قال علي بالحديد. يقول: اقبلوا اليه بسيف، بدأ يقطع اعضاءه واوقد له نارا فالقى اعضاءه في النار فشبحت. قال لي: ماذا، لماذا شبحت؟ قلت له: والله انا القصة ترى هكذا، مريت بالامام والامام سألني عنه، بمجرد ان اخبرته رفع يديه قال: اللهم اذقه حر النار، اللهم اذقه حر الحديد. يقول: جيت احادثة الى انصار قريب من الدار، قال لي: مل معي تناول من الطعام. قلت له: انا اليوم، او بالاحرى انا قلت له: مل معي تناول معي من الطعام. قال لي: تريد من عندي اكل طعام هذا؟ لا والله انا اصوم اليوم شكرا الى الله، استجاب الله دعاء الامام على يدي، انا اصوم شكرا لله. ولكن اقول له: هل موقف، هل يعدل ساعة من حرقة قلب الحسين على ولده لما رجع؟ وهي بس هاي، الحسين احتفر له بجفن الشيف وواراه اهال عليه التراب. شنو اللي سووا لما جاءوا لقطع الرؤوس؟ سألوا عن رأس الرضيع، قالوا لهم ان الحسين واراه. فقال عمر بن سعد: انبشوا الارض برماحكم، نبشوا الارض برماحهم، استخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح وقطعوا رأس الرضيع. ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمله أو الفرق أدى مخضبا من فيض وداجه البسه سهم الردى مجسادا فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل الشبط يفطم. ربي
نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. ربي إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.